اسبوع السوبر الاهلاوي باقتدار، مبروك لجماهير النادي الاهلي. كاس سوبر بيضاف في نفس الاسبوع في نفس التوقيت. بينا بندخل القناه النهارده واحنا بنقول عندنا كاس ايه النهارده يا جماعه. الف مبروك لجماهير النادي الاهلي، الف مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي، الف مبروك لفريق كره اليد في النادي الاهلي ونجومه وجهازه الفني تحقيق لقب السوبر الافريقي بعد ايام قليله جدا من تحقيق لقب السوبر المصري. ده كاس سوبر حققناه في كرة القدم، ده كاس سوبر حققناه في كرة اليد، ده كاس سوبر مصري، ده كاس سوبر افريقي. الكاس ده جه على حساب بيراميدز، الكاس ده جه على حساب الزمالك، الكاس ده جبناه في ابو ظبي، الكاس ده جبناه في القاهرة. مبروك مرة ثانية لكل جماهير النادي الأهلي، وما زالت البطولات والألقاب تتوالى على النادي الأهلي وعلى جماهيره في انتظار اللقب الأهم والأغلى. طبعا عندنا ألقاب كتير جدا بننافس عليها، والحقيقة أعتقد إنه ما عنديش رقم دقيق لغاية اللحظة دي، لكن متأكد إن شاء الله بإذن الله لو ربنا كرمنا فيه على مستوى طبعا فريق كرة القدم وقدرنا بإذن الله بإذن الله. أنا شايف إنه حلم السباعية السنة دي قائم جدا ووارد جدا، بس محتاجين ناخد كل بطولة خطوة بخطوة ونبقى في أعلى درجات التركيز وأعلى درجات يعني الالتزام عشان نقدر نوصل للقب السبعة. عندنا كمان بداية سوبر أو دوري السوبر، نهائي دوري السوبر بيست اوف فايف، خمس مباريات. لو احتاجنا نلعب خمس مباريات طبعا هتبدا سلسله المباريات دي يوم الخميس اللي جاي بين الاهلي والاتحاد، طبعا ده في كره السله الباسكت. ننتظر باذن الله تتويج النادي الاهلي بلقب غالي. لكن هرجع لبدايه كلامي، بيتهيألي ان الموسم ده واحد من انجح مواسم النادي الاهلي على مستوى عدد الالقاب والبطولات في كل الرياضات، سواء كنت بتكلم عن رياضات جماعيه او رياضات فرديه. لكن مش هسبق الاحداث، هستنى لغاية لما الموسم يخلص وبعد كده أرقامنا وإحصائياتنا تطلع. لكن ملحوظة صغيرة جدا أو ملاحظة صغيرة جدا جدا عشان مش هتلاقيها، أنا يعني ما بهتمش دايما بفكرة المقارنة، وما بحبش أحط الأهلي في مقارنة مع أي اسم مهما كان حجمه ومهما كان تاريخه. لكن المقارنة هنا ليها علاقة بمبدأ وليها علاقة بأساس أتمنى انه ينتشر، ودي واحده من قواعد من اهم القواعد والاسس اللي بيمشي عليها النادي الاهلي. فرحه النجوم دي، فرحه التتويج دي، المشهد اللي بيتكرر كتير جدا 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 في النادي الاهلي على مدار كل موسم، على مدار كل المواسم. من الصعب جدا انك تلاقي حد طالع يتكلم على انه صاحب فضل او انه ليه الفضل في تحقيق الانجاز. دي قاعده مهمه جدا، يمكن كتير محدش بياخد باله منها، وكتير على الرغم الحقيقة من المجهودات الكبيرة اللي بيقوم بيها كل القائمين والمسؤولين في النادي الأهلي، بداية من كابتن محمود الخطيب على رأس الهرم، مرورا بالسادة أعضاء مجلس الإدارة، مرورا بالقائمين على النشاط الرياضي كله، مرورا بالأجهزة الفنية، وصولا للاعبين والنجوم اللي بيترجموا كل ده، بيترجموا كل الإنبوت ده في المنظومة دي عشان نوصل لمراحل النجاح المختلفة. لكن مفيش حد ابدا بيطلع ينسب الفضل لنفسه، مفيش حد بيتكلم انه صاحب الانجاز، مفيش حد بيقول انه لولايا لم يكن الاهلي ليحقق. كله عارف دوره كويس قوي، وكله بيشتغل في خدمه الكيان، كله بيشتغل وبيسعى لنجاح البراند، الاسم الكبير، الاسم اللي بيضم كل دول وهو النادي الاهلي. مبروك للنادي الاهلي، مبروك لنجوم النادي الاهلي. في اقل من اسبوع سوبر كره القدم على حساب بيراميدز، سوبر افريقي في كره اليد على حساب نادي الزمالك، واعتقد انه ان شاء الله باذن الله مزيد من التتويجات قادمه.